اخر مره كنا بماي حكينا كثير صح. انا وصل لي كثير كمان ما بيعرفوا مني فيجن سو كثير انبسطوا. نحن كنا منا فيجن up to a certain point. لما بنصير نعرف اكثر ساعتها ممكن نغير ساعتها. صحيح. ما هو كله it depends on واحد بياخذ الانفورميشن اند ذن كله بياثر على الشخص شو بيعمل بالانفورميشن. Exactly. بكلمتين خلينا بس نعرف عنك وعن لبنانيز فيجنز. انت شو بتعمل وشو لبنانيز فيجنز؟ هلا انتم موجودين على السوشيال ميديا. صحيح. انا بتابعكم وبتصور في عندكم كمان كوميونيتي كبيره وعم تكبر من المتتبعين. صح. بس اول شيء بس بركي بنعرف عنك شخصيا. جورج حايك اونر اوف هايك هوسبيتال بسن الفيل حج ثابت و فاوندر لبنانيز فيجنز. صرنا عن السوشيال ميديا اكثر من 8 سنين. بلشنا بفيسبوك وبعدين انتقلنا كمان على انستغرام. الكوميونتي عم تكبر لانه الاكسبوجر عم بيزيد ولانه بطلنا عايشين بمرحله بس عندنا سورس وحده للانفورميشن. صار عندك انفورميشن تاني اللي انت فيك تفوت وون كليك اواي تاخذ كل المعلومات اللي بتريدها من حيال لموضوع اللي بتحب تشاركه. يلي بعد ما بيعرف خلينا نروح تدريجيا. انا الاسئله في محضرين كم سؤال بس خلينا نروح تدريجيا. بركي في اللبناني بركي لهلا ما بيعرف شو يعني فيجن. صحيح. بركي بنفسر لهم كمان بكلماتك الهينه شو يعني فيجن واذا فيها ادفانتجز اما ديس ادفانتجز. صحيح. اول شيء لازم نعرفه الفيجن انه اتس نوت ا دايت منه نظام غذائي انا بينما هو نظام حياه يلي بيتضمن تجرب تعيش حياتك بقدر المستطاع توفر عذاب للحيوانات خاصة لما بيكون هالعذاب مش مبرر. يعني إذا فيك تعيش بطريقة منيحة بلا ما تسبب ضرر وأذى وقتل للحيوانات لازم على طول تختار الأوبشن الأقل ضرر بطبيعة الحال. دونك هيدا إذا بدك بكلمتين شو يعني فيجن. إذا بدك فوت أكثر بالتفاصيل بنفوت بنظام الغذائي الفيجن اللي هو مكون من نظام غذائي نباتي مبني على النبات. واذا بدنا نوسع شوي اكثر من نظام غذائي عم نحكي حتى بالثياب اللي بنلبسها من ما بنشري جلد ما بنشري فورور وكل شيء بيجي من الحيوانات خاصه كمان البرودويات اللي فينا نشتريه من السوبر ماركت. إذا برودوي ما عمله تيستينج على الحيوان كمان ما بنشتريه. سو بيجن منه بس طريقة أكل أبداً. طريقة ما هي حياة. طريقة حياة. It's a lifestyle. It's a lifestyle. وزيد عن هيك مثلاً ما منشجع we do not support زو مثلاً لأنه نعتبره زو هو it's a prison for the animals يلي عم تخدم من ال natural habitat تبعهم بأبشع طريقة ممكنة وهالأمور هيدي. نفس الشيء للدولفيناريومز الدوفان محله مش بهالبسان الصغير بينما هو محله بالبحر. It's not animal entertainment. Zoo, dolphinariums, circ يلي بيكون فيه حيوانات نحن ما منشجعه كمان لأنه it's not animal entertainment. It's animal cruelty. عم بلاحظ كمان أكيد اللي بيتابع كمان شو عم بيصير بالعالم إنه الفيجنز إذا بدك كميونيتي أما كعالم عم بيعيشوا تحت هالليبل إذا بدك أو فيجنز عم بيزيد بدنا أما لا إذا منشوف مثل كور عم نسمع أكثر وأكثر العالم عم بتكون أوير أكثر وأكثر والعالم يعني كمان عم بيعيشوا حسب التقاليد الفيجن إذا بدك أما حسب الدايت تبع الفيجن اللي ما بيكون عم بيكل شيء خاصة بالحيوان كمان عم بيزيد بلبنان كمان هذا الشيء صح؟ عم بيزيد وين ما كان جون وخاصة كمان بلبنان. ما تنسى انه نحن اكلنا اللبناني اكثر من 70-80% منه هو naturally born by default vegan. يعني بتروح على حيالها مطعم عربي بتفتح المنيو عندك اكثر من 80% من الايتمز اللي فيك تطلبها هي vegan. دونك منا مجدرة حمص تبل ورق عنب دونك كل هول متوفرين بحيالها مطعم. يعني حتى ما لازم تفتش على مطعم فيجن تاكل فيجن بتروح حيالله مطعم عربي بتطلب حمص وتبوله كل الامور وبتاكل بطريقه كثير صحيه وما بتلاقي اي ديفيكولتي انه تاكل فيجن. فتكون فيجن بلبنان اتس ايزي هيني وما بيطلب كثير هيك تعمل ريسيرش وين معقول تاكل اما شو تاكل او هالامور هيدا. دونك هيدي بتسهل كمان للناس انه يتبعوا نظام الفيجن
وهيدي من ميلي ميلي ثاني اكيد عم يفتح هلا 100% وليش هالشيء لانه بنفس الوقت عم باراليل عم بيكون في اكسبوجر اذا بدك لهالاندستريز ان كان اللحمه او البيض او الديري اندستريز عم بيفرجوك الوجه الثاني تبع هول اندستريز اللي هو الوجه الصحيح يعني بس تفتح المينستريم ميديا بتشوف بقرة عم تركض بالحق اللي عم تغني عم ترقص انه هذا مش صحيح يعني والمشكل جون انه لما نشوف هيك شيء بنضحك مثل ما هلا عم نضحك بس هالشيء ما بيزعجنا واتس نوت اوفنسيف بينما لما نفرج نحن على صفحتنا مزبوط هالبقرة شو عم يصير فيها بنزعج هذا الشيء انتم اللي اصلا مميزين فيه نعم. بصفحتكم صحيح انتم بتبرزوا اذا بدك العذاب اللي عم صحيح. سبب فيه يعني نحن اذا بدك جوني اللي بنعمله بصفحتنا هي انه حتى الحقيقه من حتى الحقيقه لهالناس هي تقرر ساعتها اذا هالشيء بيشبهها او لا تتقرر اذا شقه الستيك اللي طلبوها بالمطعم اللي اجت بطريقه كثير هيك حلوه محطوطه مع فريت حدا وكان بروكلي حدا هل هي مزبوط انسنت مثل ما نحن فينا نتخيل لا نحن منفرجي البروسيس تبع هل شقفه اللحمه كيف توصلت على هالمطعم الحلو مع الميوزيك الكلاسيك الحلوه مع الناس اللي بتحكي فرنساوي وما شابه ذلك دونك هذا في لبنان ايه ما تقول لك هالشيء هذا دونك لا منفرجي مزبوط هالشيء بعدين اتس اب تو ذا ريسيفر انه انا عم فرجيك جون فرجيتك بالضبط هالشقفه اللحمه الستيك عم تاكلها كيف وصلت هلا انت شو بتعمل بهالمعلومه اتس اب تو يو ما فينا انا اجبرك انه اضربك على ايدك ما تاكل اللحمه انت اذا اخلاقياتك بيقولوا لك انه لا انا هالشيء ما بيشبهني انا زلمه غير عنفه وانا بدعي انه انا زلمه بيسفل وبحب الحياه طيب كيف فيك تكون تدعي انك انت غير عنفه ويلي عم تستهلكه مينيموم 3 مرات بالنهار هو ماشي الا عنف دونك في كونتراديكسيون محل ما هون بيصير فيها الوعي ومن ساعتها رح تقدر to align your beliefs with your actions يعني انت اذا بتعتقد انه انت زلمة غير عنفي ساعتها بتعيش بطريقة غير عنفية as well انا رح اجرب قد ما فيه اكيد انا مني هون لحتى اعمل لك معارضة للافكار بس مثل ما بقوله في نسوي فيه الابوكات دي هلا اكيد في البيج ستري يلي هي 100% بتكون مثل ما انت عم بتقول يلي هي بركي اكيد بلا بفوت بالتفاصيل بس انه بركي هدول الصور اللي بتحطهم اكثر شيء بيكونوا من البيج اندستري هلا في عندك كل اللوكل الاصغر اكيد بالنتيجه في قتل هون عم نحكي حيوان يعني بالنتيجه بس حسب اصول معينه مثل تيروار مثل يعني في شيء مثل الناتشرال بيجربوا يضحكوا على العالم بيقولوا لك في شيء اسمه هيومين سلوتر يعني يو ار سلوترينج هيومينلي انه اتس تو ووردز كونتراديكتوري يعني يو كانوت تيك ا لايف اوف سم ون هو دازنت وانت تو داي هلا ليك هلا في كمان كذا يعني بالنتيجه اذا واحد بيكون ناتشرال اذا بتطلع على الطبيعه ناتشرالي لاينز مش بس لاينز انه كل الحيوانات اصلا انه بتعيش من بعد ما تاكل بعضها يعني انه هاي هي الناتشرال رح افرحح لك شغله جون اول شيء قلت بالوايلد اذا هيدا بدك تعرف انه more than 80% of animals are not carnivore they are herbivores few are omnivores and the other few are carnivores فبقى it's not true انه الحيوانات تاكل بعضها دخلك البقرة بتاكل بقرة تانية لا هل البقرة بتاكل غير حيوان لا الدجاج بتاكل غير حيوان لا الخروف بياكل حيوان لا the pig ما بياكل دونك الحيوانات ما بياكلوا حيوان لا بس انه تقول انه واحد يفكر انه بر الحيوانات تاكل بعضها مش مزبوط اغلبيه الحيوانات ما بتاكل بعضها اساسا الحيوانات اللي نحن بناكلها كمان ما بتاكل بعضها دجا دونك بعدين اذا هول الحيوانات اللي يو ار منشنينج ذم عم بياكلوا بعضها لانه they are pure carnivore and they are doing it for survival بينما نحن when we go and choose to eat meat it's not for survival purposes it's to satisfy our taste buds it has been proven تبين انه اكل اللحمه منه اجباري necessity لتعيش وتكون بصحه جيده ولا بل بالعكس تبين انه اكل اللحوم ومشتقات الحيوانيه هي السبب المباشر لكل الامراض نحن عنا مستشفى اذا بقول لك انه مش الاغلبيه كل كمان انه كل المرضى يلي الاكثريه عم بيعانوا من 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 المرض اللي بيكون جاي من الاكل الحيواني يعني اذا بقول لك نمبر 1 كيلر هو هارت ديزيز
من الشريين اللي عم بتسكر. طب شو اللي بيسكر الشريين؟ الحمص. الحمص ما بحياته سكر شريين حدا. اما الطبولة اما المجدرة شو اللي بيسكر الشريين؟ الاكل يلي بيكون محشي بكوليسترول, محشي بساتوريتد فات and trans fatty acid, not to mention الانتيبيوتيك, not to mention الهرمون وكل هالامور هيدي. طب بس تاكل هالاكله يلي فيها كل هالانجريديان عم بتاكد لحالك انه عم بسكر شريينك. فبقى ما في عندي ولا مريض يلي عم بيعاني من فقر بروتين, اما ما في ولا مريض ميت من فقر بروتين. انه هيدا عرفته كيف ميت حرام, ميت فقر بروتين؟ لا, عم تسمع هيدا ميت كانسير كولون, هيدا ميت كانسير بروستات, هيدا ميت كانسير. كيف صرت اكتيفيست انت؟ اكتيفيست لانه شفت الحقيقة. عم بسمع بحس هذا الحماس اللي هو زيته كان من سنة يمكن اكتر كمان زين هلا صح. وعم تابع كمان على السوشيال ميديا. نعم. من حب الطبيعة جون, رح اقول لك شغله, من كره الانسان اللي بيحب يقتل الحيوان. رح اجاوبك على هالشيء هيدا. من بعد كذا سنه اكتيفيزم, اذا بدك انا كنت مبلش بانه لا, واحد لازم يحب الحيوان, انه اذا واحد بحب الحيوانات ما لازم يقتل. لا, الفكره هي ما لها خصها بالمحبه ابدا. يعني انت جون مثلا فيك ما يكون عندك شيء له علاقه بالحيوانات, لا حتى بالبيتس, حتى عم نحكي ولا كلب ولا بسينه ولا شيء, وتحبهم. اه لا, فيك ما تحب الحيوانات, فيك ما يكون عندك علاقه. دونك ما قصدت انه لازم تحب الحيوانات تروح فيجن. لا, فيجن اتس سوشيال انجاستس موفمنت, معناتها اتس بينج اجينست انجاستس ان اني فورم. يعني لما اتس وين يو سي انجاستس دو يو ريكوجنايز ات. When I show, لما فرجيك فيديو كيف عم بيموت هيدا, هيدا انجستيس, هل عم تشوفك انجستيس او شايفها شيء عادي؟ نحن وصلنا لمرحلة انه نعتبر انه واحد مين ما كان بيدير يكون فيجن, خاصة يلي ما بيحب الحيوانات, يلي هو مع الحق. يعني انا ما بشوف شيء غلط, انا ضد الغلط مين ما كان يكون وشو ما كان يكون. اذا واحد عم بيقتل بقرة او دجاجة او انسان, انا ضد القتل, انا ضد التعذيب البلا طعم, ضد انه واحد ياخذ سكينه ويقص رقبه مين ما كان, بقره او دجاجه او انسان. دونك اتس جاستس موفمنت. هلا في ناس منهم فيجن بيحط دائما بيقولوا للفيجنز, انا اوقات بقرا وهيك ارتكلز او شيء, بيقولوا طيب انه اوكي, بس انه كمان شو عم ينعمل لحتى يوقفوا يقتلوا الانسان مثلا؟ وبضع بعضه الانسان عم بيقتل خيو الانسان من بطريقه ليك. هلا انا فيني اقول لك شغله, بس انه انجستيس مش يعني ما بتعطيك بيرميشن دو فير نوت انجستيس. اذا بدنا نفوت اكثر بعمق بهالموضوع, انا شخصيا بامن انه لما من نحن وصغار اولادنا بنربيهم مش حق ديسكريميشن, انه تعي يا ابني هيدي الكلب والبسانه رح نحبهم ونجيبهم على بيتنا ونغنجهم ونبوسهم, وشفتوا ليك لحدهم البقرة والدجاجة والخروف هولي يا ابني اللي بعد مش فاهمين شيء, هولي رح نقتلهم ونكلهم. شو بده يفهم؟ طيفهم. في ديسكريميشن عم تنعمل. وانا بآمن انه اذا نحن وصغار نجي بنقول لهم لاولادنا انه يا جماعة الحياة مقدسة ونحن ما عنا الحق ناخد حياة حدا, والقتل بحيلا نوع مش مبرر وممنوع. ممنوع تقتل انسان, ممنوع تقتل كلب, بسينة, دجاجة, خروف, معزية, بقرة. إذا بتربي هالجيل الجديد إنه فكرة القتل بوان غلط, we can probably expect a less violent world and interaction between human beings. Keep in mind إنه FBI صرحوا إنه أغلبية ال criminals هن قبل ما يبلشوا قتلوا ناس كانوا animal abusers, كانوا يعني إنه فكرة القتل لقلهم مسموحة بمحل ما. دونك وسعوا الإطار القتل للإنسان. عندي سؤال تاني, والشخص يلي هو أصلاً إذا بدك بطريقة أكله وبغذائه, اللي أنا بركي شوي منهم, أنا مثلاً رحت على مطعم فيجن, جربت أكل فيجن, هلا أنا كثير صعب بأكلي, وبالنتيجة طلعت ما بحب كثير أشياء أصلاً. بدك تعرف أنه أنا ما بأكل ولا تبول ولا حمص ولا كذا هيدا, وكثير بي إذا بدك بطريقة أكلي في ما بأكل, بأخذ بروتين يعني دجاج أما لحمة أما كذا. باي ذا واي دجاج معود هيك, باي ذا واي بروتين مش معناتها دجاج ولحمة. مزبوط, مش بس من ما هيدي مزبوط. This is the misconception of الماركتينج اللي خلتك لما أسألك بروتين أول شغلة بتفكر فيها هي اللحمة, أو كالسيوم أول شيء بتفكر فيه. مزبوط, فيك تاخذها بس إنه يا نو. بس عم بقول لك بركي, بس إنه من بوينت أوف فيو إنه صان, يعني بس بدي أقول ك ك ك
كحب للأكل المعين مثلا أنا بحس إذا مثلا ما خلصت نهاري أما أكلت شيء لحم كأنه في شيء ناقص بركي بي 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 ليك جون بحق لك أكيد تفكر بهالطريقة إذا منك exposed مع الحقيقة إن كان ضرر على الحيوان أول شيء إن كان ضرر على صحتك تاني شيء وإن كان ضرر على البيئة تاني شيء يعني بس تاخذ هالمعلومات صرت مجبور تغير طريقة تفكيرك حتى بالنسبة لإلك رح تعمل شيفت من إنه هيدا كنت تعتبره أكل لا شوي شوي رح تبطل تعتبر هيدا أكل it's not food anymore when it has لما يكون عنده هالقد negative impact حواليك لا بدك أنت تصير تغير طريقة تفكيرك تبدأ عم يأثر أنت هالأكتيفيزم يلي أنت عم تعمله يعني من وراء هالصفحة من وراء حياتك من وراء أصحابك من وراء كذا خاصة كمان وقت اللي بتشوف هون السؤال عن جد إنه بيطرح حاله وقت اليوم نحن عم نعمل أكتيفيزم معينة وأنا أكيد بأيد كل الأشياء اللي أنت قلتها by the way يعني كل الأشياء اللي أنت قلتها من أول لقائنا لهلا وقت اللي بتشوف إنه هالكوميونيتي مثلاً عم بحكي أنا بعطي إكزامبل لنحسب هي 20% أوكي وقت اللي عندك 80% بركي من الشعب أما من العالم أوكي رح يكمل يقتل ويكمل يعمل ويكمل هلا أكيد رح بعرف شو رح تجاوب بشي يعني نحن بدنا نوقف وهالفان بدها تصير 25 وال25 بدها تصير 30 وبدنا نزيده بس وقت اللي بتعرف كمان إنه حتى إنه خاصة وقت اللي ما فيك تأثر على كل العالم والعالم رح يكملوا يقتلوا ويكملوا يأكلوا ويكملوا كذا بتكمل ليك جون أنا صراحة بطريقة تفكيرك أكيد رح تقلي لا إيه؟ بس رح لك ليش إيه؟ رح لك ليش ليش متجهين على عالم فيجن أنا بعتبر إنه أغلبية أكلي اللحوم منهم أشخاص عنفية من الأساس الأغلبية هلا في مينوريتي صغيرة بقول لك لا أنا بروح بقتل بإيدي ما عندي بروبلم بس أغلبية أنا ماني فيجن بس ما بقتل ولا ولا دونك أغلبية الناس مثلك دونك ولا تحترم الحياة حتى حي بقول له لا مثلا عم بمشي بس قديش أبسورد إنه تقول له لا ما تقتل حي وترجع بعد ساعة توقف وتاكله جامبون مثلا ساندويتش جامبون هون ترجع على سؤالك بما انه بعتبر انه اغلبيه اكلي اللحوم يلي كانوا مثلي ومثلك يعني انا كمان كنت اكل لحم وما كنت اعتبر حالي انه انا زلمه عاطل او انا زلمه عنفه بس لما اخذت المعلومات I got exposed to the information لا صار عندي reaction صار مش reaction صار عندي موقف صار عندي انه يكون عندي موقف اخلاقي تجاه الانفورماسيون الجديده اللي شفتها يعني شفت فيديو عن تحضير الاكل اللي عم باكله اللي انا مبسوط فيه طب هل هالشيء بيتطابق مع اخلاقياتي ايه او لا هل هالشيء بيشبهني ايه او لا فهون صار عندي مثل صرت على مفترق طريق جون صرت يا مثلا بدي اقول لا يا جورج انا هالشيء ما بيشبهني بدي وقف ادعمه او stop supporting this او بدي اروح على اتجاه تاني بلش فكر على alternatives او مش alternatives على excuses انه لا يمكن تعرف شو الله محلل او اللاين بياكل الحيوانات او بروتين يمكن او نحن كنا عطول we have always done it this way so او لانه طيب او لانه طيب دونك عندك نوعين ناس شيء بيقول لك لا انا شيء ما بيشبهني بدي يكون عندي موقف اخلاقي تجاه الشيء او الناس التانيين بيقولوا لك لا بدي لقي انا justification تكمل اعمل شيء اللي عم بعمله لانه at the end it all comes out to taste لانه كجسمنا مش مضطر تاكل لحمه بالعكس الامراض تجي لحمه it has been proven انه WHO المنظمه العالميه للصحه they classified processed meat as group 1A carcinogenic same group ولا بالعربي يعني انه شو عملوا يعني سموها يعني مش سموها حطوها بنفس الاطار تبع اللي هو اعلى كاتيجوري عن الكارسينوجينيك فود وهالامور هيدي بيجيبوا كانسر باعلى وحده اللي هي 1A بنفس الكاتيجوري تبع الدخان ان بارانتيز كوزز كانسر وريد ميت اللي مش بروسيسد ميت عم نحكي ريد ميت الستيك اللي دافع حقه دكه هيدا جروب 2A carcinogenic probably causes cancer فبقى مش انا عم بقوله ولا لبنانيز فيجنز عم بقوله منظمة عالمية للصحة عم بتقلك انه هو الاكل بيسبب كانسر شو الارقام عالميا اذا اليوم بدنا نعمل مثل statistics يعني مثلا اليوم الفيجن قدي عم بيكونوا
عم بحكي ليش ما عندنا رقم اكزاكت بس فيك تعرف انه اذا بدك بس يعني ما بدي اعطيك رقم تما يكون اكيد بس انه فيني اقول لك انه لما عم تشوف انه مطاعم جديده عم تفتح بيوري فيجنز لما عم تشوف انه مطاعم ما بحياتك كنت عم تفكر تو اوفر فيجن اوبشنز ذا اوفرينج معناتها في ديماند انه ما انتبه البزنسز ما عندهم عاطفه البزنسز بيشوفوا هيك انا بعد ثلاث دقائق لحتى انا كمان ما اذا فيك اشياء كنت حابب تقولها اكيد بس بدي اقول بدي اعزم الكل وبدي اعزمك حضرتك يا ريت فيك تكون معنا بكره باوبيدار حايك ساعة 4 عندنا ايفنت سيدة القرن اوكي بدي اقول لك هيك اوكي انا بحب كثير عفوا كثير بحب الاوتدور والطبيعه انتبه اذا بتحب الطبيعه لازم تكون فيجن لانه اكثر سبب للكلايمت تشينج هو انيمال اجريكلتشر يعني الدمج للبيئه اللي انت بتحبها وبتطلع تعمل هايكنج وبتستمتع بالطبيعه صح. لازم تعرف انه يلي عم بينزع الطبيعه يلي عم بيعلي الدجري تبعها يلي كل سنه عم بيعلى الحراره هيدي ناتجه واكبر سبب هو الانيمال اجريكلتشر دونك ان كان واحد فيمينيست ما يكون لازم يكون فيجن لانه عم بيصير في اكسبلويتيشن للهيدا اذا كان انفايرمنت الصفحات تبعكم Lebanese Vegans on Instagram and on Facebook. Tomorrow بكرة ساعة 4 بمستشفى الحايك في عنا one of the biggest activists in the world اسمه ساد أليكس حول لبنان رح يقدم speech عن veganism ورح تكون interactive talk معناتها انه مش بس هو رح يطلع ويحكي رح يحكي ويسأل سؤالات ورح العالم تسأل سؤالات نفس السؤالات اللي سألتنيهم وأكيد much more من بعد الكونفرنس في عنا gathering وين في عنا many vegan businesses startups رح يكونوا موجودين معنا they're gonna be offering vegan bites بلاش وأكيد رح يبيعوا جارز إذا حدا بيحب دونك دعوة للكل مجانا it's all free ال attendance to the conference free وال gathering free as well ونحن بنعمل part 3 قريبا أنا بسمنا بنبسط معك it's always like challenging thank you. لا أنا بدي أقول لك كمان تنهي إنه أنا حابب يكون بس عم ناضي لانه بركي انا كثير صعب الاكل وبالنتيجه بحب فكر شغله بطني هيك فكر بحسه عرفت فول فول ايه. بس فكر شغله is your taste more important than life itself مزبوط هي اذا بدي شغله انت جون بالحياه كلها اسد بالانس بحياه لا شيء بتعملها بتزين فوق الكونت بكل شيء لما بتحط هالاثنين ساعتها انت القرار بيكون لك ماشي كثير جامد احنا رح نرد الانتين مثل ما بيقولوا اكيد رح نتابع برامجنا ب1 لبنان عبر اذاعه لبنان وملتقانا الجديد جمعه الجاي فكونوا معنا